من هيدا المنحة أنا عم بحكي وموجود أنت معي، أما اللي علي عملته طرحت عليك الأسئلة اللي لازم تنطرح. جاهز تشوف صور؟ هالمرة عندي صورتين مش أكتر ولا أقل. أول صورة رح أسألك إياها صورة أنت بتحبها كتير، سهير زكي. سهير زكي، شايف حالك بمقام سهير زكي؟ يعني بتعتبر حالك حتوصل لسهير زكي؟ ليه؟ وانت شاب، يعني حضلني مصر انه انت رجل، انت ذكر، ما بعرف اذا رجل او ذكر، بس انه بتشوف حالك انه حتوصل لسهير زكي؟ طبعا 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 طبعا، لانه الانسان اللي بحط وقته بحط جهده بيسابر للشيء اللي بحبه أكيد بيوصل للأهداف اللي بحبها. تحية للراقصة زهير زكي، ومع الهاشتاج مع تمام سمعت إنه بيقدر يوصل للنجمة الكبيرة زهير زكي. رح بلش معك، وبس بدي أسألك سؤال قبل ما نشوف الرقصة اللي بدك ترقصها لزهير زكي، يعني على ستيل زهير زكي. خبرني يوم لما يشوفوك الراقصات مثل الأسماء زهير زكي، فيفي عبدو، هيدول الأسماء الكبار، يعني الله يرحمها داني بوستروس، أسماء أماني، سمارة، هول الأسماء، برأيك اليوم لما تكون موجود أنت وهني، لو بعدهم موجودين أو موجودين، عذرني على هيدا السؤال، بيكونوا عم ببزقوا على الشاشة أنت وعم ترقص؟ أكيد لا، أكيد لا، لأنه أساتذتهم كلهم هن رجال. أوف طبعاً. أها طبعاً، وراء كل رجل، كل راقصة ناجحة وراء رجل، وراء رجل عظيم امرأة. ايه، وراء كل راقصة ناجحة استاذ رقص وراء. وانت تعتبر حالك استاذ؟ طبعا. نعم، واللي بيقولوا مثل ما قلت لك اول الحلقة قلت لك انضب. ايه شو انضب؟ اليوم اذا في حدا عم يحضرك على الشاشة وعم بيقول بليز تمام وقفه، بهيدا الايام ما في حدا يضب حدا، السوشيال ميديا متاحة للجميع. اوكي، والقبضاي اللي بيثبت وجوده على الارض. رح خلي المسرح لك لنشوف الرقصة الأولى، وفرجيني قبضايتك بشوف. أوكي. ارجع علق، تفضل. دي.
ميشو يعطيك العافية. المنظر غريب عجيب، يعني فيك من الذكورية بلبسك، بس اللي زيدوا على اللبس ما خصوا بالذكورية، بتوافقني أو لا؟ السلاطين من زمان وجاي ما كانوا يلبسوا غير الحجار الكريمة والمجوهرات. كانت المجوهرات للسلاطين الرجال أكثر من النساء. كانوا السلاطين يحطوهم على خصرهم ليهزوا الخصر فيها؟ كانوا يحطوا كل حجرة هالقد على السنتور اللي بيلبسوا. إذا بتحب فيك ترجع للتاريخ التركي موجودين. يمكن أنا عم بعطيك حق الرد، رح أوصل معك للرقصة الأخيرة بحلقتنا لليلة دي. اللي هي رقصة التانجو. تعرف ترقص تانجو كمان؟ مش تانجو، لاتين إن جنرال. هيدي تانجو. هيدي تانجو بس اتس كومبينيشن اوف لاتين. لأول مرة حتعملها؟ يس. طب عندي سؤال أخير قبل ما أختم وودع المشاهدين معك. سؤال، شو بدك تقول لكل مشاهد هلا عم يحضرك ببيتنا على الهاشتاج مع تمام نازل عم بيسيء لإلك أو عم بيسيء لإلي، بس خليه عم بيسيء لإلك، شو بدك تقول له؟ لا يسيء لإلي ولا يسيء لتمام، لأنه بالنهاية تمام شخص بعقد. ثانك يو. غير الكاركتر اللي حاطينه بالبروجرام. لا بس اللي عم ينتقدوك اليوم شو بدك تقول لهم هلا؟ هي كاميرتك. ينتقدوا. انا بحب النقد لانه حيوصلونا ان كانوا نيجاتيف ان كانوا بوزيتيف. ثانك يو لكم على طول انتقدوا.